أهلا بكم. عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لقاء مع سفير اليابان بالقاهرة أوكا هوريشي ووفد شركة يازاكي للأنظمة الكهربائية للسيارات، وذلك لاستعراض الموقف الحالي للشركة وخططها المستقبلية وبحث فرص تعزيز استثماراتها بالسوق المصري. وخلال اللقاء تم استعراض مستجدات إقامة الشركة لمصنعها المتخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم، وذلك على مساحة 67,000 متر مربع باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 30 مليون يورو، حيث يستهدف المصنع تصدير كامل إنتاجه لكبريات شركات السيارات العالمية في أوروبا، كما سيوفر نحو 3,000 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة. ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاجه بحلول شهر مارس 2025. افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط منتدى الأعمال المصرية الروماني ببوخارست بمشاركة ممثلي نحو 130 شركة مصرية ورومانية. وأشارت الوزيرة إلى أهمية منتدى الأعمال الذي يجمع ممثلي الشركات الرومانية والمصرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الرومانية إلى مصر في إطار ضمان إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة الدولة التنموية والوصول إلى الأسواق الواعدة. ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات. وخلال الاجتماع أكد الخطيب حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة، وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية بالأداء. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً عن الصادرات السلعية غير البترولية، تناول عرضاً للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى الفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق والأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل. وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 9.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل نحو 8.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%. قام وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بزيارة إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سوجريب التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. خلال زيارة الوزير للشركة عقد اجتماعا مع الإدارة التنفيذية استعرض خلاله نشاط الشركة في إنتاج الفلنكات الخرسانية ومؤشرات الأداء والطاقات الإنتاجية وحجم الإيرادات والأرباح والأصول المتاحة والخطط المستقبلية والتوسعية وفرص الاستثمار ومجالات المشاركة مع القطاع الخاص. ووجه الوزير بضرورة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية ودراسة إضافة خطوط ومنتجات جديدة لسد احتياجات المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها في مجال النقل وخطوط القطار السريع وهيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق. في أسواق البترول العالمية صعدت أسعار النفط مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود مع الآثار المدمرة للإعصار ميلتون والمخاوف من الاضطرابات المحتملة لإمدادات الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران المنتج الرئيسي للنفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.70% لتصل إلى 77 دولار و88 سنتا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.77% لتصل إلى 74 دولار و54 سنتا. أيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.47% لتصل إلى دولارين و31 سنتا للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.79% لتصل إلى دولارين و60 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لحجم التجارة العالمية هذا العام، متوقعة زيادة النمو إلى 3% في عام 2025، وذلك بافتراض احتواء الصراع في الشرق الأوسط. وذكر تقرير المنظمة أن التجارة العالمية تعافت هذا العام من تراجع في 2023 سببه ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة. وتوقعت المنظمة في إبريل زيادة بنسبة 2.6% في حجم التجارة، وعدلته بالرقم اليومي لتسجل 2.7%. ارتفع عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مدفوعا في جزء منه بآثار الإعصار هيلين، وتوقفات على العمل في بيونج الأمريكية لصناعة الطائرات وسط اضطراب مستمر منذ نحو 4 أسابيع. وقالت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات زادت 33 ألف طلب في الأسبوع الماضي لتسجل 258 ألفا للأسبوع الماضي. وكان مسح أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين توقع 230 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي. انخفضت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لأول مرة في عهد الرئيس جو بايدن إلى أقل من 15%، وفي نهاية ولايته ستكون الأدنى في التاريخ الحديث بنسبة 14.76%. يأتي هذا مع ارتفاع ناتج الاقتصاد الأمريكي إلى 9.6 تريليون دولار. لأقل من 15% تنخفض حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي للمرة الأولى، لتصبح في عهد الرئيس جو بايدن النسبة الأدنى في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في نهاية هذا العام ستنخفض بنسبة 0.6%، ونتيجة لذلك ستنخفض النسبة خلال فترة رئاسة بايدن بأكملها بنسبة 0.58 نقطة مئوية لتسجل 14.76%. وتم حساب حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي على أساس تكافؤ القوة الشرائية. وفي نفس الوقت وصل ناتج الاقتصاد الأمريكي إلى 9.6 تريليون دولار، وكان ناتج العالم بأكمله 45.85 تريليون دولار. وبدأت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في الانحدار مع حدوث الانحدار الرئيسي في الفترة من عام 2006 و2008، عندما انخفض الرقم كل عام بنحو 0.6 نقطة مئوية. وعلى الجانب الثاني من الاقتصاد العالمي، زادت الصين حصتها بشكل رئيسي بمقدار 0.15 نقطة مئوية لتصل إلى 18.76%. وتجاور اليابان الولايات المتحدة في خفض حصتها في الاقتصاد العالمي، حيث تراجعت حصة اليابان بنسبة 4.33 نقطة مئوية على مدى الأعوام 33 الماضية. نهاية أخبار الاقتصاد، من جديد أعود إلى حكمة وفاطمة. شكرا لك محمد عبد الله.